فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يسألني شخص عن مسألة وأنا أعرف فتوى أحد العلماء الثقات فيها، هل أخبره بالفتوى أم أقول إنني لا أدري؟ إذا كان ما في أحد من أهل العلم يسأله أو تسأله أنت، ما في أحد وتعرف الفتوى وتثق منها، تنقلها له، لأن هذه حاجة وضرورة. نعم.